لست أدري يا أحمد ما سبب عنادك هذا. أنا عمك، اعتبرني في مقام أخيك الأكبر. اعتبرني في مقام أخيك الأكبر. اعتبرني في مقام أخيك الأكبر. ما وراءك أيها الأخرق؟ دعك من ما ورائي وانظري ما جئتك به. من أين جئت بها؟ اصطدتها في السوق. حاول الحرس الإمساك بي ولكنني ضللتهم في الطريق. حاول الحرس الإمساك بي ولكنني ضللتهم في الطريق. حاول الحرس الإمساك بي ولكنني ضللتهم في الطريق. اسمعي، لن أسمح أن يجري بينك وبين هذا الفتى أي حديث، أفهمتي؟ عندها ستعلمين أين الأقوى يا عزة. عندها ستعلمين أين الأقوى يا عزة. عندها ستعلمين أين الأقوى يا عزة.